我都咱俩删除就马删除就不看看看看I come. هنا في الأرض إيه؟ المغير. أيوة. أنا عايز تسير بضمير. بضمير. حاول. أنا غبي. أنا لوني حتى الشط. أوه. حلو. أجيب المية كمان. لا شكرا. إدلا مية إدلا مية. وبدك تاني حرام. ده حرام. يا ديما. ومش على قد الصلاة بس ده الصلاة والأوضة يلا شد يا ساعة مية دينا بتملى مية كمان اهي لازم مش عاجبني مش عاجبني الشغل ده عشان مش عاجبني مش هيقف ده على فكره يلا انا عايز ابقى كده طب انا كنت عايز اروح البسين يا جماعه هو ده البسين حرام عليك اهو اهو مش قد اللعبه كامله اهو 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 منا يا جماعه منا بننظف محتاج ينظف اي مكان اي بيت منا معانا هنسيب لكم يا جماعه رقم شارف صندوق الوصف اي محتاج تنظيف شقه الكلام ده منا هنا موجوده بتنظف الشقه ب 50 جنيه بس تعالى نحط لك ايه يعني بعد ما بنظف لكم الايه ب 50 جنيه بس مش هنسيب الحمام هنسيب معايا يا بابا اكتبوا في الكومنتات يا جماعه منا تنظف لكم الشقه بكام انا يا جماعه ودول البهدله دي يا جماعه كل ده عشان تحطي شقه ادي الرساله منا عايزك تتطوري في الاوض كده انت فاهمه عشان اسرع الحتت دي عشان تبقى في ثانيه كده خليك عامله زي الطنبور في الفيديو لا على ملك عادي عادي ولا ادخل اعمل اي حركه كده شاور وبتاع بايدك عشان هنسرع الحاجات دي شاور 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 وزعق وبتاع انت فاهم؟ بره هذا اخر تحدي الشط لا لا تعبت رايح عايز اطلع بره وتعال اطلع بره انت بتنزل الشارع زقها 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 منا لحملات تنظيف الشقق يعني بعد ما يبقى في سلحفه منك فرمات دي كده طب حمل التنظيف احنا بنشقيك عشان تحلل ب ساعدك اهو بس تحلل بلقمتك انت بتساهم معاها برنس؟ لا هي تسيب ولا انا شفت التحدي ده؟ لا بقى استنى زي اختي بس انا معاها بقى عم مصطفى شفت شايف شغله ازاي؟ ده؟ واحده ثانيه بصوا يا جماعه دلوقتي اول عقاب لنا في التحدي بتاعنا تمام ان منا الصاله بالاوض كلها بالحمام بالمطبخ تمام هتعمل لهم حمل التنظيف دلوقتي تمام وده اول عقاب ليها انتوا هتشوفوا دلوقتي ايه انا عامله التحدي مع الشيخ انا عايز البلاط ده يبقى شبه وش ده منا عسول يا عم ولا انا خضرا يا جماعه كنت مش كده انا عشان بس الناس اللي كانت تقول لا بص يا جدعان دخل الشاب الكوره بص يا جدعان عينهم خضرا وهم يا ديما يا ديما صاحبتك تعالى يا ديما تعالى يا ديما دي صاحبتك تعالى هنا انا عايزك تلف معانا كده لا دي صاحبتك لا 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 انا هعبيكم ميه
في المساء. لا 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 الله ينور عليك يا رجاله. احلى تحدي ده ولا ايه؟ مش عاجبنا انا الكلام ده، مش عاجبنا انا النظام ده. انا عايز اشتغلوا بالشقه. انا بتكلم اهو، انا الفيزيك ده بيتغلط كده وتنضفي كويس. عايز تنظيف انا يا جدعان، اكتبوا في الكومنتات عايزين التحدي الجاي عن ايه؟ على فكره التحدي ايه؟ لا انت معانا في التحدي برضه؟ اه اسد. انا شادي، انا شادي يا جدعان، كان الشنطه كلها. هي منها عايزين بقى ايه؟ شويه حركات في الشقه كده عشان نتابع الحته دي. عم هيتوسط اول ما تعالى خش ضرب الشقة. مش انا عايز مطعم بس طبعا عايزين حصين يا 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 حصين كل واحد معاه مساحة. يلا اسحبها يظهروا عادي؟ طب خد الكاميرا وروح عرفهم بقى على الجدعان ده ابو ميه وابو امي. عرفهم بقى على الحاج والحاجه عشان يبقوا عارفين ان احنا مش لوحدنا هنا. روح روح يا عم قول. هم يا بابا وماما عشان الناس اللي بتكتب كومنتات سلبيه، وانتوا بتقعدوا ازاي لوحدكم، وانتوا احنا كنا اخواتي يعني عامه، بس في الوضع ده احنا مش اخوات. اجيب ميه كمان يا شادي ولا مش لا؟ كفايه كفايه. لا يا عم انا عايز اشقيهم. كفايه. طب اسمه يا مصطفى على التحدي اللي هتخشوا معايا. مش عاجبني التنظيف ده خالص. معلش معلش يا احمد، هجيب لهم سلكه يدعكوا البلاط كده عشان يبرق. لا يا عم خلاص هنزل لهم. خلاص كفايه بقى، خلاص كده كفايه عشان لو احنا خسرنا ما يفتروش علينا. منا تعبت يلا سيبك بقى كده، ودينا تعبت كفايه بقى.
ومظبطين الشقه. خليكم معانا لاخر الفيديو ده وبعد كده هتشوفوا التحدي الجاي. ماشي، ما انت هيجيلك يوم برضه. محدش يعرف يجي عليا طول ما معايا شادي شامل. شادي شامل ملك التحديات والمقالب بتاعنا. احنا عايزين نلحق الجواب. عيني على حسون. كفايه بقى مصطفى، تعبوا. دينا تعبت؟ طبعا يا جدعان احنا خلصنا تنظيف الشقه كله تمام والعقاب اتنفذ. تعالوا معايا شوفوا الشقه بعد ما نطفت وشوفوا الناس بقت عامله ازاي. شايفين؟ الله ينور. احسن تصورنا في التحدي الجاي بقى، وعايزكم منتج كتير. بيقولوا التحدي الجاي عايزينه عن ايه؟